بنتواصل معاكم عبر محطات وفقرات صباح الموجة، ومن خلال هذه المساحة مشاهدينا نكون سعيدين جدا في حضرة يمكن أحد المهن الجميلة التي عرفت بذات الإحساس العالي، التي تخدم كافة المجتمع، كل الشرائح المجتمعية، وتقدم كل الجميل من خلال اللمسات الجميلة. وأيضا بنجد أنه هي من أهم وأكبر المهن، دائما هي بتكون حاضرة من خلال تقديم كل ما هو جميل لكل المجتمعات، وعندها نقف محبة وإجلالا وتقديرا واحتراما، هي مهنة الطب. وبنجد أنه الطبيب تحديدا يمتلك إحساس عالي جدا في تقديم كل الخدمات التي تهم صحة المجتمع تحديدا وكل أفراد المجتمع. وبنجد أنه الطبيب هو دائما إحساسه واهتمامه وهمته عالية جدا دون الأفراد الآخرين لتقديم الخدمات الصحية، وأيضا لتقديم وعي كامل يعي كل المجتمع السوداني تحديدا، خلينا نقول عليه كنموذج. ومن خلال مهنة الطب بنجد كل الخدمات الجميلة الصحية لا تنحصر فقط على صحة الإنسان، بل على مدى الأفراد بالدافع المعنوي الكبير من خلال الهمة والهمم التي تقدم من قبل كل الأطباء السودانيين تحديدا. من خلال فقرة مستشارك سعيدين مشاهدينا نكون في حضرة دكتور طارق أحمد محمد علي، وطبيب عمومي ويمتلك حس عالي جدا في يمكن ملامسة هموم كل المجتمع السوداني، وأيضا ملامسة هموم وقلوب الشعب السوداني، ويلتمس للقضايا، قضايا حية مجتمعية تهم الشعب السوداني من خلال مهنة الطب، وأيضا من خلال كتابة الأشعار الجميلة التي دائما تخدم المجتمع، ومن خلال المفردة الرصينة الذي ينظمها هي تحيل كل قضايا المجتمع. سعيدين اليوم من خلال هذا المشوار في فقرة مستشارك. صباح الخير عليك دكتور طارق. صباح الخير عليكم جميعا. وفي البدء يعني الواحد يشكر قناة أم درمان على هذه الاستضافة الكريمة، والواحد برضو يعني يترحم على أرواح الشهداء الذين ضحوا من أجل هذا الوطن وقادوا هذه الثورة، ونتمنى يعني أن الواحد يعني يقدم حاجة تفيد الناس إن شاء الله. أمين إن شاء الله. سعيدين بك دكتور طارق أحمد علي. الطب ومهنة الطب، دائما بنجد أنه الطبيب في الأسرة وفي العائلة له دور كبير ومجهود جبار جدا. حدثنا عن مهنة الطب وأيضا المهام الوظيفية للطبيب العام، وأنت طبيب عمومي. طبعا الطبيب العمومي هو يعني يعتبر بوابة الخدمات الصحية. نعم. يعني أول ما تمشي أنت لأي يعني مستشفى أو لأي مكان صحي يعني حتقابل الطبيب العام. الطبيب العام هو بيبدأ يعمل كل اللازم من اللي هو الإسعافات الأولية للمريض، بعد ذاك عمل الفحوصات اللازمة، بعد ذاك يبدأ الطبيب العمومي في إنه يعني يشوف يتابع تطور حالة المريض لحد ما يطمئن إنه تماما يعالج. إذا احتاج لاستشارة لمثلا أخصائي معين سواء كان عصبية قلبية أي حاجة، هو بحاول يسعف المريض ويكلم الطبيب الأعلى منه يعني. صحيح. طيب دكتور طارق، بنجد انه الطبيب له مكان خاص جدا في الأسرة وفي البيت تحديدا، وأثر المهنة كونك طبيب، وأثر يمكن مهنة الطبيب هي يمكن بتتملك يا صاحب المهنة، فبدنا نشوف الدور الحقيقي للطبيب في الأسرة تحديدا. طبعا الدور الحقيقي للطبيب، أصلا الطبيب الأسرة أو الطبيب العام يعني هو مفهوم يعني جديد يعني في المجتمع السوداني. زمان كان في حاجة يعني كان الطبيب العام وطبيب الأسرة كان بيناتهم في خلط أو لبس. حاليا بقى طب الأسرة هو تخصص قائم بذاته، ويعني يمكن 4 سنوات الواحد بيتخصص ويبقى يعني أخصائي في مجال طب الأسرة، وبيقدم بعد ذاك دور كبير جدا للمجتمع، وحتى بتجاوز النواحي العلاجية بس. يعني طبيب الأسرة مثلا بتفتش على النواحي الاجتماعية. نعم. على النواحي النفسية، يعني بتغول في حالة المريض يعني.
نعم. احنا ما نخرج من اطار الاسره بعيد، وخلينا نتحدث عن يعني طبيب الاسره والعائله تحديدا، والتعامل مع المشكلات الاسريه الاجتماعيه داخل المنزل وداخل البيت. هل بتتعامل معها، او الطبيب عموما هل بيتعامل مع المشكلات الاسريه على بعدها الاجتماعي، ام بيعتبرها حالات جاءت وشفيت وانتكست اخرى يعني في التعامل ما بين الاسره والعائله؟ لو بالطبع الطبيب بالذات الطبيب العمومي او طبيب الاسره ما بيتعامل مع الحاله بس على انها جات انتكست ومشت، لا، بيكون متابع لحد ما مرات العلاقات بتمتد لفتره طويله يعني. لانه المريض اصلا حيكون بالنسبه للطبيب العمومي زي كانه صديق او كده، وبيكون عنده ملف يعني مع الطبيب العمومي، ويعني على طول حيكون في مراجعه وكده. فحتى بنلاقي انه بعض الناس وصلوا لعلاقات واسعه يعني. ده بالنسبه للجانب المهني واداء المهام داخل المستشفيات او اماكن العمل، لكن حدثنا عن يعني الاسره وداخل العائله، هل بتتعامل مع المشكلات الاسريه على بعدها انها او على بعدها الاجتماعي او على انها بتتعامل مع حاله كحاله جاتك في المستشفى يعني؟ لا، في كثير من الاحيان بالذات طبيب الاسره بيسال عن نواحي اجتماعيه، يعني مثلا اذا الطبيب العادي بيسال عن حاله المريض شكوى، الطبيب العمومي او طبيب الاسره ممكن يسال عن مثلا الزواج، الانفصال، الحاجات العميقه يعني في الاسره، بيدخل في نواحي اعمق يعني، لانه دائما بيلقى براح شويه مع الطبيب، مع المريض يعني. الطبيب العمومي او طبيب الاسره بيلقى براح انه ياخذ اكبر كميه من التاريخ المرضي عن الحاله، بكون عارف عنها يعني ان اند اوت كل حاجه عن المريض. نعم تقريبا. جميل. طيب دكتور طارق، يعني نحن هنا في السودان يعني او اجوانا في السودان متغلبه في المناخ، وفي كل موسم بيكون يعني عندنا مناخ بيختلف من المناخ غيره، فبنجد انه اثر الحاجه دي او نتائج لامراض او حاجات سلبيه في الاسره وفي العائله. بالنسبه لطبيب الاسره، الدور الوقائي بتوجهه للاسره والعائله بالنسبه للمواسم اللي هي يمكن بتكون فيها نتائج من الامراض اللي بتحصل مثلا في موسم الخريف في الصيف كده؟ طبعا الطبيب العام او طبيب الاسره يعني بيكون وسيط بالمجتمع، بيشوف اي حاجه حصلت زي مثلا حاليا في مثلا وباء الكوليرا، اكيد حيكون للاطباء العموميين دور كبير جدا في التوعيه بالطرق الصحيه، بالنظافه الشخصيه، بالاشياء اللي ممكن نتفادى بها المرض. الوقايه خير من العلاج يعني. طيب بالنسبه على المستوى يعني الدوله والسودان، يعني هل ممكن تعتمد عليكم الدوله في الحاله الطارئه او الطوارئ؟ طبعا بالتاكيد. بالتاكيد يعني اول زي ما قلت البوابه لكل التخصصات هو الطبيب العام، يعني الدولة بتعتمد عليهم بنسبة يعني نسبة كبيرة جدا يعني على الأطباء العموميين. جميل جدا. طيب بالنسبة لي يعني الطبيب العمومي، ويمكن بنجد انه في كل الأطباء العموميين يعني في حاجات جميلة جدا، وحتى انه بنلقى انه يعني همتهم عالية شديد، بنجد انه يعني حاجات جميلة بتظهر منهم، لكن دعنا نعرف هل تتمثل يعني مسؤولية الطبيب في نطاق وحيز مكان العمل فقط، أم في اتجاه كل المجتمعات وفي اتجاه كل المجتمع العام يعني؟ لا لا، الطبيب دور واسع جدا يعني. دور الطبيب ليس بس إنه يعني يشخص المرض ويعالج والمريض يمشي وخلاص، لا، المريض له دور في مجتمع، الطبيب له دور في مجتمعه، له دور في حتى يعني لو لاحظت حاليا الثورة السودانية الأطباء شاركوا بفعالية فيها يعني، فهم لا ينفصلوا عن المجتمع، وحتى أهم دور لهم طبعا التوعية، لكن بيشاركوا في أدوار كثيرة يعني، يعني بيشاركوا حتى في البيئة، إصلاح البيئة، بيشاركوا في الوعي، في التسقيف الصحي ضد الأشياء الخطيرة زي مثلا التدخين، زي يعني المهم هم بينقلوا رسالتهم، ما بالضرورة إنه بس يعني في شكل بس دواء وعلاج، لا، هم أبعد من بيمشوا أعمق من كده يعني. يعني في إرشادات عينية وإرشادات أيضا صحية من خلال يعني تقديم كل الخدمات. طيب الثورة خلينا نتحدث عنها، وأنت يمكن ما شاء الله
قدمت حاجات كثيرة جدا يعني بصفتك طبيب وأيضا بصفتك يعني مهتم بقضايا المجتمع ومهتم بقضايا السودان تحديدا. ومن ضمن هذه القضايا يمكن تحدثت بلسان الشاعر أو الشاعرية الجواكة ووصفت يمكن الأحداث المجيدة والثورة، وانت واحد من الناس مهتمين بهذه القضايا المجتمعية الجميلة، وخط قلمك بكلمات جميلة جدا تتحدث عن أحداث الثورة، ويمكن برضو قدمت كل الجميل والمفيد للثورة. حدثنا وياريت تدينا قصيدة كمان صباحية كده. طبعا والله يعني أترحم المرة الثانية على أرواح الشهداء الذين ترحلوا عن دنيانا يعني في الثورة، ولهم الرحمة والمغفرة كل شهداء الوطن في كل مكان، وهم قدموا أرواحهم ودماؤهم فداء هذا الوطن من أجل إعلاء ورفعة هذا الوطن الجميل، ومن أجل أيضا مستقبل جميل لكل الأجيال الغامشة بالله تعالى، وهم أحياء عند ربنا سبحانه وتعالى، لذلك قدموا أنفسهم خدمة وبهاء ورفعة وجمالا لهذا الوطن. نترحم على أرواحهم، ويمكن هم أبناء هذا الوطن وأبنائنا جميعا. تحية نعم. لك يا دكتور ويا ريت تسمعني. طب طبعا أيوة، فمن بداية الثورة الواحد كان بيواكب حدث بحدث وبيحاول يكتب يعني 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 يحس انه على الاقل انه كان مع الناس وعاش المشاهد اللي هم شاهدوها والمواكب اللي طلعوها والدم السال، كميه الدم السال في شارع السودان. فاقدم لكم قصيده. يا ضاوي ليل الهم، يا كاسر غيظ الظلم، يا روح تعانق روح تكفي المسام الهم، تطلع زهور الخير تربط مجاري الدم، ثوره في كل مكان مرفوع هداك علم، موروثة في الأعماق ثورة الشباب فهم، ثورتنا دي السودان ثورتنا هي المغنم، هزمت جيوش الليل عزفت بكل نغم، وسقتنا كاس العز الكلنا بيه نحلم، ليك الشعار مرفوع والبادي كان أظلم، كان الشهيد بيموت كان الشهيد بيموت والدم وراه الدم، كان الظلم ظلمات والجرح كان أألم، كان بيستغل الدين كان النهار معتم، في عهد ذاك الغول كم راح شهيدا كم، في عهد ذاك الغول كم راح شهيدا كم، في عقبر ودارفور ماتوا العباد بالغم، ثورتنا شاق الليل أغمارها تتكلم، جات من وسط غابات هتفت بملء الفم، عينيها تروي الروح لجروحنا زي بلسم، يا جميلة يا ثورة يا روعة يا مغنم، شايف وجهك نور عاشقك وما بندم. يا سلام يا سلام، كلمات جميلة. أتمنى أن تداوي جراح كل الأسر وكل الأمهات اللي هم فقدوا أبنائهم جراء أحداث الثورة المجيدة، وهم يعني فدوا أرواحهم للوطن. نحن والله سعيدين بك دكتور، ويمكن ختام محاورنا معك بنتحدث عن الصورة الذهنية التي تكونت مع مرور الزمن لطبيب الأسرة ومن عن مراكز الرعاية الصحية تحديدا وعيادات طب الأسرة، والفجوة التي يراها ويلمسها المواطن بين المراكز الصحية والرعاية الصحية. الحمد لله حاليا يعني بدأ طب الأسرة، مثلا أنا طبعا ما متخصص في طب الأسرة لكن يعني حاول أجاوب في الموضوع ده، يعني إنه بدأ طب الأسرة يعني مفهومه ينتشر بين الناس. فالمسألة محتاجة شوية وقت، يعني هو صح زمان كان في خلط وفي لبس والناس يعني ما قدر تفهم دور الرعاية الصحية من المستشفى من كده، لكن حاليا ما شاء الله يعني في وعي كبير جدا، وتقريبا في الفترة الجاية يعني اتوقع انه يعني الناس تصل لمفهوم الرعاية الصحية الأولية بصورة أعمق يعني. نعم ان شاء الله يا رب. نحن والله سعينا بك دكتور، تمنيات الصحه والعافيه لكل الناس اللي بيشاهدونا وبتابعونا. كلمه اخيره والله بشكر قناتكم درمان على هذه الفرصه، ويعني اتمنى يعني انه السودان يعني يتقدم ويمشي للامام يعني في كل المجالات، مش المجال الصحي بس، في كل المجالات انه البلد تتطور ان شاء الله، وربنا يديكم العافيه ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك دكتور طارق احمد محمد علي طبيب عمومي، تحيه لك وسعيدين بك من خلال هذا الصباح. شكرا جزيلا. الله يسلمك. صباح الخير. الله يسلمك. تحيه لك. نحن ما عارف الكنترول قالوا عايزين قصيده منك قبل الختام. طيب يا ريت تسمعهم قصيده ثاني. طيب. نهديها لكل الناس اللي بيشاهدونا. طيب.
دي يعني قصيدة كتبتها عن الثورة السودانية برضه يعني. اتفضل. عينيك أضوى من القمر جهرتنا أطرقنا العيون، يا عشق مزروع في القلب يا راحة الجوف الحزين، فارق قوامك كالنخيل كلمات هواك نار الشجون، نسماتك الفجر العليل وهتافك السر المصون، نهواك حد الارتواء والشوق أصعب ما يكون، يا ثورة الشعب الأصيل ما أغلقت منا الجفون، إيديك وارفة الظلال والقلب لوحة لكل لون، مرفوع رايتك في القلوب محمية بالدم والسجون، مرفوع رايتك من زمان محمية بالدم والسجون، ممزوجة بلحن النضال محفوظة في حدق العيون، يا واحة في عز النهار والشمس أقرب ما يكون، أدينا من كاسك سلاف ورينا من وهجك فنون، رسينا في شطان بهاك أسقينا من فضلك مزون، يا ثورة يا أجمل حراك نهواك لحد الجنون. يا سلام يا سلام يا سلام. إن شاء الله نأمل في سودان جديد، في سودان جميل يعني مليء بكل الهمة والنشاط. شكرا لك كثير دكتور طارق أحمد محمد علي طبيب عمومي، تحدثنا معك عن يمكن تفاصيل جميلة جدا، شكرا جزيلا. شكرا. صباح الخير. شكرا.